مشاهدينا خلينا نروح دلوقتي نتابع مع حضراتكم اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام لحزب الوفد المتحدث الرسمي لحملة رئيس الوفد في انتخابات الرئاسة أعلن أن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد قرر التقدم بأوراق ترشحه النهاردة في تمام الساعة 12 ظهراً للهيئة الوطنية للانتخابات. النهاردة هينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أعمال المؤتمر العربي للفلك والجيوفيزياء الدورة الثامنة، واللي هينعقد بمقر المعهد بمرصد حلوان خلال الفترة من 9 ل 12 أكتوبر 2023. بيتناول المؤتمر عدد من المحاور زي زلزال تركيا وزلزال المغرب والدروس المستفادة منهم في دراسات الحد من المخاطر الزلزالية، وأيضاً دراسات المياه والطاقة الجديدة والمتجددة ودراسات البيئة والتغيرات المناخية. النهاردة هيفتتح قطاع الفنون التشكيلية معرض فني بعنوان يوبيل النصر في تمام الساعة 7 مساءً بمركز الجزيرة للفنون بحضور عدد من الفنانين. المعرض بيضم مجموعة من مقتنيات متاحف قطاع الفنون التشكيلية ومجموعة من رواد وكبار الفنانين المصريين اللي عايشوا وتفاعلوا مع هذه الحقبة التاريخية، وحيث يتم جمع الأعمال من متاحف الفن المصري الحديث، متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، مركز محمود سعيد للمتاحف، متحف النصر بورسعيد، ومتحف حسن حشمت. النهاردة هتعقد دار الأوبرا المصرية مؤتمر صحفي بالمسرح الصغير للإعلان عن تفاصيل الدورة 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية اللي بيديرها المايسترو هاني فرحات، وبتقام في الفترة من 24 أكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل. النهاردة هتتوجه بعثة منتخب مصر لدولة الإمارات لإقامة معسكر في الفترة من 12 ل 17 أكتوبر الجاري، بيتخللوا مبارتين أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و 16 أكتوبر بالتنسيق بين اتحاد الكرة والشركة المتحدة للرياضة ومجلس أبو ظبي الرياضي. وينضم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي لصفوف المنتخب الوطني بالإمارات يوم 10 أكتوبر الجاري، حيث يلحق ببعثة الفريق استعداداً للمشاركة في وديتي زامبيا والجزائر، وتكتمل الصفوف في نفس اليوم بانضمام جميع اللاعبين المحترفين.